أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء عن تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا يبلغ من العمر 75 سنة. كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة جديدة تم تأكيدها بمختبر معهد باستور المغرب لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا وحالته الصحية مستقرة. الحالة التي تم تسجيلها بمدينة الدار البيضاء توجد بأحد مستشفيات بالدار البيضاء. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.